قامت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة إلى منطقة جلالي بمحافظة المحرق، حيث التقت سعادتها بالأهالي واطلعت على احتياجاتهم ومتطلباتهم الصحية. تأتي هذه الزيارة في إطار التزام وزارة الصحة بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لكافة الوزراء بتكثيف زياراتهم لجميع مدن وقرى مملكة البحرين وتفقد المواطنين وتلمس احتياجاتهم. واستمعت وزيرة الصحة إلى ملاحظات ومقترحات الأهالي الذين أشادوا بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وبزيارة سعادة الوزيرة، وتقدموا بمجموعة من الملاحظات المتعلقة بحاجتهم إلى سرعة إنشاء مركز صحي، وذلك لمواكبة الزيادة المضطردة في أعداد القاطنين بالمنطقة والحاجة إلى توظيف العاطلين من الأطباء، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الأدوية ومعالجة قلة المواعيد للمرضى وزيادة مستوى التثقيف الصحي في المجتمع. ونوهت الوزيرة إلى أن مشروع الضمان الصحي سيساهم في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بتوفر الملف الإلكتروني وحرية المرضى في اختيار مكان العلاج سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، إلى جانب دوره في زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية وزيادة جودة الخدمات. بعد ذلك قدم الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة لأهالي المنطقة نبذة حول مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات والمميزات التي سيوفرها لدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور. خلال هذا اللقاء مع المواطنين بوجود كافة المسؤولين في الإدارة العليا، تعرفنا على الاحتياجات والطلبات واللي تركزت أولا حول إنشاء مركز صحي في منطقة جلالي، وإن شاء الله يكون هذا المشروع في الخطة القادمة لوزارة الصحة، خاصة أن في هذه المنطقة والمناطق الجديدة أن هناك زيادة سكانية في هذه المنطقة مما يتطلب إنشاء مثل هذا المركز. وأيضا من ضمن النقاط اللي تم طرحها من قبل المواطنين قضية المواعيد وتأخرها، وأيضا أن بينا لهم أن إن شاء الله يكون هناك تطوير في قضية المواعيد، وبالإضافة إلى موضوع نقص الأدوية، والحمد لله بدعم من سمو رئيس الوزراء أن تكون هذه الأدوية جميعها متوفرة في كل المراكز الصحية. وأيضا من ضمن التطوير اللي يسعى إليه أهالي المنطقة بالنسبة للخدمات اللي تقدم، بينا لهم الضمان، مشروع الضمان الصحي لما له من امتيازات ممكن أن يساعد ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في كل المناطق بما فيهم منطقة جلال. إن شاء الله اليوم احنا سعدنا بزيارة وزيرة الصحة الأستاذ فائق الصالح ولقائهم مباشرة مع المواطنين، وهذه ترجمة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان الخليفة. هذه الترجمة كانت واقعية من خلال زيارته اليوم إلى جلالي ولقائه مباشرة مع المواطنين. دار الحديث اليوم حول المركز الصحي واللي هو إن شاء الله راح يعني يترجم هذه في خلال سنة 2018 أو سنة 2019، راح يوضع هذا المركز من خلال برنامج عمل الحكومة لسنة 2019، وهذه بادرة طيبة. الحمد لله اليوم يعني احنا تأكدنا أن هناك في كثير من المشاريع اللي ستنجز في محافظة محرق يعني بالأخص جلالي، في عدة مشاريع إن شاء الله مستقبلية، ومنها طبعا اللي تكلمنا عنه فيه هو المستوصف الجلالي الطبي، وغير ذلك في كثير من الممارسات اللي بتكون إن شاء الله حق مستقبلا حق أهل جلالي وأهل محرق ككل إن شاء الله.